الفريق الاول يواصل الحقيقه استعداداته لتدريباته للنادي الاسماعيلي لمباراه النادي الاسماعيلي ان شاء الله اللي هتكون يوم الاربعاء القادم. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اجتمع مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالمباراه الاخيره. الجهاز الفني كان حريص على التأكيد للاعبيه خلال الاجتماع على ضرورة التركيز في المباراة القادمة، وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجيم وتدريبات متنوعة بالكرة في بداية المران، وقاد ميشيل يانكون ثلاثي حراس المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات متنوعة شهدت جوانب فنية مكثفة لثلاثي حراسة المرمى. أيضا بيرسي تاو بينتظم في التدريبات الجماعية. بيرسي تاو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية، وانتظم تاو في المران الجماعي مع باقي اللاعبين وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية. وفاز النادي الأهلي على الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأهلي والسلام. إن شاء الله انطلاقة الدوري يوم الأربعاء القادم أمام النادي الإسماعيلي. ربنا يكرم زي ما قلت لحضراتكم مجموعة لاعبين الحمد لله على أعلى مستوى. هناك بعض النواقص اللي سيتم ترتيبها أو سيتم استكمالها إن شاء الله في شهر يناير القادم، وكل طبعا ده بالاتفاق مع المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر. للحمد لله شايف ان هو صفقه مهمه جدا. انا عارف كلمه صفقه دي بتزعل ناس، فخليني اقولها كل شويه عشان الناس تقعد ايه، تقعد يومين ثلاثه كده برضو تقعد تتكلم فيها. صفقه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي بالنسبه لنا، اسمه مستر كولر صفقه مهمه جدا جدا جدا، لانه الحقيقه رجل بينظر في كل التفاصيل، ما بيسيبش حاجه كده ايه للصدفه، ولكن رجل ينظر في كل التفاصيل.